ازاي يعدي شهر طوبه من غير ما اقول لكم على الموضوع ده، لولا ان بعض الاصدقاء بعتوا يسالوني يا دكتور نعمل ايه في بروده الاطراف في الشتاء. لا ده في اصدقاء تانيين بيسالوني اسئله اصعب من كده، انا ببقى بردانه وبترعش ومع ذلك ايديا ورجليا حمر ومصهدين فيهم الم فيهم حكه، نعمل ايه؟ عايز اقول لكم ان الاثنين مرتبطين ببعض، هما ثلاث مراحل لرد فعل العروق الدمويه في الاطراف للبرد. مع البرد بتقفل عشان نقلل من فقدان الحراره. لما بتقفل بتبقى الاطراف بارده بهتانه شويه، بعد شويه افتكروا كده الدم كان بيودي الغذاء والاكسجين للانسجه ويرجع بثاني اكسيد الكربون ومش عارف ايه، بعد شويه تراكم ثاني اكسيد الكربون وشويه المواد التانيه دي بيخلي الدم لونه ازرق شويه اللي هو الدم الوريدي، يبقى لونه ازرق باين. بعد شويه التراكم ده يزيد تقوم العروق تفتح غصب عنها عشان لازم تصرف السميات دي صرف صحي. تمام؟ يبقى الاول بروده لون بهتان وبعدين ازرق وبعدين احمر، لما بتحمر تاني بقى نحس بالصهد اللي يكون احيانا معاه حكه واحيانا الم. لما نفهم القصه كده نعرف ازاي هنتصرف معاها، لانه اذا كنا في اي مرض بنقول الوقايه خير من العلاج، لا حضراتكم الوقايه هنا هي العلاج. لانه لو استنيت لحد ما تفتح العروق استنى بقى لحد ما يخلص الصرف والانسجه تتناسق مع بعضها والعروق ترجع تاني تقفل وانت وحظك. كويس؟ فمن الاول كده امنع ده، نمنع ده ازاي؟ نمنع ده بانه لازم احافظ على درجه حراره جسمي قد ما ربنا وهبنا من فرصة للتدفئة. اللبس يكون مناسب، الجسم يكون دافي، والأطراف كمان تكون دافية، يعني أنا بدفي الجزع وبدفي الأطراف. ده الكلام ده وأنا في البيت، بنتكلم على الإيدين والرجلين. لو أنا خارج في الشارع والصبح نازل عندي مشوار رايح الأطفال رايح الشباب رايحين المدرسة الجامعة إلى آخره، الأطراف دي يضاف إليها الأذنين وطرف الأنف. ده كل ده لازم يتدفى كويس عشان نحافظ على سلامة العروق الدموية والأعصاب المتصلة بيها، لأن ده رد فعل عصبي على العروق الدموية. صعبنا الموضوع شوية. طيب بعض الناس رغم الاحتياطات اللي بناخدها دي برضو بيتعذبوا بالليل وهم قاعدين مع البرد من حكاية إيديا ورجليا اللي مصهدة يا دكتور مهما عملت. أحيانا بالمناسبة بيجولنا بالشكوى دي وفي نفس الوقت ألاقي بعض القروح على الجلد من ضعف الدورة الدموية في هذه المنطقة. في الحالة دي احنا لازم ناخد علاج، لأنه رد الفعل هنا مبالغ فيه عن بقية الناس اللي موجودين معانا في نفس الجو في نفس البيت. يبقى التدفئة أساسية بس في علاج كمان بنزوده. العلاج له ثلاث محاور رئيسية، واحد فيهم الدواء اللي بيكتبه الدكتور، بندي مرهم بيكون فيه نسبة من الكورتيزون، بندي مرهم عشان يقلل لو في زي الكدمات مطرح الدم مكان محبوس في هذه المنطقة، ماشي. بندي فيتامين سي عشان صحة العروق الدموية، بندي دواء بيحسن جريان الدم في الأطراف من غير ما يأثر على الضغط. دي روشتة الدكتور. بنأكد على التدفئة وبنعرض ايدينا ورجلينا يوميا للأشعة فوق البنفسجية اللي هو الشمس. التعريض اليومي المنتظم للأشعة فوق البنفسجية الهادئة بيحافظ على رد الفعل العصبي وبيقوي من العروق الدموية والجلد في هذه المنطقة. طيب قلنا تدفئة، لو سمحتم ما نروحش بقى عشان الدكتور عمرو قال تدفئة، ندخل ناخد الدش نص ساعة والمية سخنة والحمام مليان بخار لأن ده بيأذي شعرنا وبيأذي جلدنا لو سمحتم، وكمان ما نقعدش واحنا لازقين رجلنا في الدفاية عشان الدكتور عمرو قال ندفي رجلنا. لا، لزقة رجل حضرتك وحضرتك في الدفاية دي مصيبة بتعمل مشاكل تانية ليها حلقة تانية، اسمعوها بقى كده على رواقة. يلا انتظروني يا أصدقاء وسلام.